داون هولندا في أمس ده الشوارع المشهورة إن شاء الله بحطك باسمه. الرحلة كانت فرانكفورت دوزلدورف الريرموند أوتليت، بس ما صورت ال 4K من أمستردام. زيارة أحد المتاحف يقول لك كيف الإنسان مخلوق وكيف جمجمة وكيف الأعصاب وكيف كل شيء. أمستردام صباح يوم جميل 24/11/2018 من مدينة أمستردام العاصمة الهولندية. الساعة 8 صباحا طالعين بناخذنا لفة إن شاء الله، برويكم أهم الأماكن. تعال حبيبي يمين تعال، هذه المدينة شو المناظر. ما زالت الجولة الصباحية في مدينة الحب أمستردام، زيارة متحف فان كوخ في العاصمة الهولندية أمستردام. ممنوع تصوير اللوحات، أجهزة أصلا من زيارة متحف فان كوخ رسام تشكيلي. قصة حلوة بتشوفون قصة في اليوتيوب حلوة. هني متحف موكو وهذا بعد ايضا متحف، منطقه جميله كلها متاحف. على العموم نتمشى كل شوارعها ما شاء الله سياحه، بس انتبه من السياكة، احنا نسميه السياكة عليهم يشوفون. ها كل ما تقطع شارع تحصلهم قدامك، يعني السيارات ممكن تشوفها من بعيد، اما السياكل هذه ما تشوفها. اسمها نيدرلاند الارض المنخفضة، لان هي منخفضة عن سطح الارض تعتبر يعني منخفضة. حاول تسكن في السنتر، بس فنادقها تعتبر شوي غالية. تسكن في السنتر وتمشى في اي شارع، كلها شوارعها سياحة ما شاء الله. شوف الجمال، جو جميل، شارع 11 بارد، كل الطرق تؤدي الى أمستردام. ننزل في اي طريق ما عندك مشكلة ان شاء الله. سياحة صراحة جميلة، افضلها على لندن. اشوف ثاني احلى عن لندن صراحه بالنسبه لي. لندن جميله ولكن انا اشوف افضل. ما شاء الله عالم في ساحه الدام، ساحه الدام اللي هي ما شاء الله العالم في ساحه الدام أمستردام. زيارة سوق الورود في أمستردام، سوق جميل. طبعا كلكم تعرفون بان هولندا تعتبر الاول على العالم في تصدير الورود، خاصه وردة التوليب. صباح الخير،
لكم من هولندا. خلصنا جولتنا في أمستردام يومين، وإن شاء الله الآن منطلقين إلى بروج في بلجيكا، تبعد عن عاصمة بروكسل تقريبا 90 كيلو، يسمونها فينيسيا بلجيكا. طبعا مدينة مبناية في 1100، مدينة جميلة. يوم الأحد بيكون، بس إن شاء الله تكون يعني إن شاء الله تكون شغالة المدينة. بنوافيكم بأفضل المناظر، بخلي فيديو واحد لجميع الرحلة إن شاء الله. طبعا إحنا ما صورنا ديزلدورف ولا صورنا فرانكفورت. توقف سيارتك في المحطة ولا جنب المحطة ومشي لين البروج. الكل يعرف بروج، مدينة طبعا قديمة من 1100 مبناية تقريبا القرن الثاني عشر. القرن عشر كانت في عز أيامها. بعدنا ما دخلنا المدينة، مدينة يسمونها البندقية. البندقية بالنسبة لبلجيكا غير عن إيطاليا. إن شاء الله بنحاول نغطيكم بعض الأماكن المهمة فيها، وهي كلها مهمة أصلاً. أي واحد يبلجيك بلجيكا لازم يحضر بروج، يعني لازم يزور بروج. بروج من أهم شوارع التسوق فيها، هذا شارع بروج في وسط المدينة. بروج ما شاء الله، يوم الأحد عيش حياتك في بروج. جميلة، أجواء جميلة، سياحة جميلة. درجة الحرارة 4 درجات شهر 11، نهاية شهر 11 تقريبا. Yes, quelqu'un veut de commentaires en français ou en anglais? The old palace of the Lords of Rutgude from the 15th century. Now it's an antique museum. جمال بروج يا جماعة، جمال غير طبيعي. مباني قديمة، مواقع قديمة. هذه اللي بيزور بروج، اللي بيزور بلجيكا لازم يزور المنطقة هذه. أنصحكم فيها نصيحة. جو بارد شهر. درجة الحرارة 4 حاليا، شهر 11. مساء الخير، نحييكم من مدينة الشوكولاتة بروكسل. الألوان الجميلة في الساحة، الساحة الكبيرة بروكسل. ممكن تكتبون في جوجل الساحة، ساحة بروكسل بالعربي تطلع لكم. الساحة الجميلة هذه أجمل الساحات عندنا. عندهم الحلويات دمار مفتوح الحلويات. ايه هذا صوص مرة حلويات. انا نهيت المرة ايس كريم. جو بارد بس مزاجي ايس كريم. شو اسوي؟ يوم جميل من عاصمة بروكسل، عاصمة بلجيكا. الساعة 9 بس اشوف المحلات بعد ما فتحت. يوم اثنين، يوم جميل. شرع التسوق هذا عندهم هذا معروف. نهايته يوصلك على الساحة، نهايته يجيك مول بعدين الساحة. مدينة الشوكولاتة بروكسل.
كل المحلات حلويات في بروكسل، كل الحلويات هذه بروكسل. أجواء ممطرة شهر 11 2018، أجواء جميلة. ما زالت الجولة في بروكسل العاصمة. يعني جميلة حق يومين، يومين جميلة بروكسل، مدينة الشوكولاتة اللي يحب الحلويات. محلات الحلويات عندهم أكثر من مطاعم، والمحلات البقالة طبعا. هني متحف السيارات موجود، جميلة العاصمة البلجيكية. يا جمالك يا بلجيكا، ما شاء الله حلوة بلجيكا، يعني محتفظة في الطابع القديم. أتوقع حافظت على أمورها في الحرب العالمية. في متحف هنا، متحف كلاسيكي، نشوف إذا مفتوح. أغلب المتاحف يوم الاثنين نشوف إن مغلقة عن طريق جوجل طبعا. زيارة متحف الكلاسيكي في بروكسل. متحف جميل صراحة، أو شرح يعني، نشوف الارتفاع كيف. متحف شرح إن شاء الله. تغطية لمتحف بروكسل في بلجيكا. متحف جميل صراحة، في يعني سيارات قديمة ودراجات قديمة لهواة الأشياء القديمة. المتحف ضخم صراحة. اسمه أوتو كار. أجواء جميلة في ساحة بروكسل، ألوان جميلة في الساحة. ما زلنا نتمشى في بروكسل، شوفوا المناظر بتاعت المدينة. آخر ليلة في العاصمة البلجيكية، خلاص إن شاء الله باكر متجهين إلى مدينة ثانية وإلى دولة ثانية بعد إن شاء الله. أو أجواء ممطرة، درجة الحرارة 6، شهر 11، نايت شهر 11 تقريبا. خير من الحدود الألمانية البلجيكية، أوتليت ماس ميشلن، أتوقع اسمه ماس ميشلن. الأوتليت على حدود ألمانيا وحدود بلجيكا. أول مرة أزوره صراحة، ما أعرف شو مستواه، لكن إن شاء الله بنحاول نغطيه. وصلنا بدري، باقي ربع ساعة إن شاء الله يفتح الساعة 10. بنحاول نعطيكم صورة إن شاء الله. يصور الشاشة، هذا عنوانه ماس ميشلن، جميل إن شاء الله بعيدكم. الأوتليت ما شاء الله جميل وكبير، وفي ماركات كثيرة، يعني حجمه ما شاء الله كبير. يعني في كوفيات، في ماركات، في كل، يعني ما نقول كل ماركات، أغلب الماركات موجودة. أسعاره الخصم عنده من 30 إلى 70 على حسب البضاعة. جميل، أنا أشوفه يستحق الزيارة. إذا كنتوا بين الحدود البلجيكية الألمانية الهولندية بإمكانكم تزورون المول هذا. درجة الحرارة الحين 3، شهر 11، نهاية شهر 11 تقريبا. متجهين إن شاء الله إلى أسماك، متجهين إلى مصنع الشوكولاتة في بون.
بلونيا، بلونيا يكتبونها في جوجل بون عندهم. سوق ممكن سوق مؤقت يمكن. صنع الشوكولاتة، طريقة الإنتاج. طريقة إنتاج الشوكولاتة. هذا المصنع اللي زرناه، طال عمركم، على النهر، هو مدينة كالون الألمانية. رايحين سنتر المدينة. أماكن، أنا أول مرة أزور المنطقة هذه صراحة. كالون المنطقة قريبة من ديزلدوف وبون وكالون. إذا جيت ديزلدوف لازم تطوف على كالون وبون، لأنهن عدال بعض، ما في فرق بينهم وايد. أجواء جميلة ما شاء الله. احدى شوارع التسوق، في كالون. اسمع حد يغني بعد. صراحة مدينة جميلة، يعني انا اشوفها حلوة صراحة وتستحق الزيارة. الألمانية القريبة من ديزلدوف. مدينة جميلة تستحق الزيارة، يوم واحد كفاية فيها. هذا شارع التسوق في المدينة قديمة، وشوارع التسوق بدري، احنا جايين الصبح، بعض المحلات ما فتحت. شوف المكان تريق، شارع تسوق جميل. احنا جايين بدري تنزيل البضائع و... هاي مدينة بون. قلنا لكم مدة الألمانية شوي مميزة جميلة، يعني يا سلام. تجول في بون. تجول على نهر الراين في درجة برودة 30، جو بارد من الهواء في بون. تقول هايد بارك ما شاء الله، مناظر جميلة في بون. انتهت رحلتنا في بون، كانت رحلة سريعة
وتغدينا غدا طيب الحمد لله. مدينة جميلة عائلية شكلها، فيها أسواق، فيها حدائق، حديقة نفس الهايد بارك. الحين متجهين إن شاء الله إلى فرانكفورت 175 كيلو من بون، وإن شاء الله بنعطيكم بعد مناظر جميلة فرانكفورت والأسواق، انتظرونا إلى هنا. مدينة فرانكفورت الألمانية، المدينة جميلة، فيها تسوق، أجواء جميلة. فهذه المحطة الأخيرة إن شاء الله قبل الرجوع إلى أرض الوطن، فهذه فرانكفورت. إن شاء الله بنحاول نصور لكم الأسواق الموجودة فيها، فيها مولات كثير وتمشي عشان الشوبينج زينة. تمشى طال عمركم في فرانكفورت، أجواء شتوية طبعاً، هالأشياء موجودة فقط في الشتاء، في الصيف ما تحصلونها. أجبان، محلات. فرانكفورت، هذه طال عماركم مدينة فرانكفورت، أجواء مشمسة، درجة الحرارة 4، نهاية شهر 11. فرانكفورت شارع المشاه بجانب فندق جميرة، يعني أي حد يروح شارع المشاه يكتب فندق جميرة فرانكفورت على طول بيوصلك شارع المشاه. في نفس الفندق في مول، مول صغير بس جميل، شارع التسوق، وهذا متجر أبل فرانكفورت، محل أطفال، هذا جميل لبسه حلو. إذا وصلت فرانكفورت ما تعرف وين تروح، بس حط أبل ولا حط ستاربكس، تحصل أمرك في الشوارع الرئيسية عادة يعني. أجواء شتوية، درجة الحرارة 4.